طيب خليني اولا اسالك على ايه النواقص. بتقولي ان في نواقص في 30% من الادويه في ناقصه. أدوية قولون ناقصة، يعني في انا مثلا أدوية بدور على الغدد. سبازمو، كان كل الاسبازموات ما بلاقيهاش. حضرتك قلتي، هي أدوية القولون، أدوية الغدد، الغدة، بعض أدوية المضادات الحيوية، بعض أدوية السكر. النهارده حد موصيني انا بدور له على دواء سكر معين، بالظبط. فلا في ادويه الحقيقه، وان شاء الله هتتحل باذن طيب الله ان شاء ماذا عن الله. المستلزمات الطبية؟ ايه النواقص في المستلزمات الطبية؟ المستلزمات انا اقدر اقول لك ان فيها شبه تامين اكتر شويه من الخامات، علشان دي لايف ثريتنينج زي ما بنقول، طبعا يعني مهدده للحياه، فدي فيها الحمد لله تأمين أسترات والحاجات دي كلها، دي مهمة أوي إنها تبقى موجودة، القرنيات والكلام ده كله ده مهم إن يكون موجود. دعامات الكلام ده كله. بالظبط، بالظبط. بس طيب إن شاء الله بإذن الله، يعني أنا بطمن السادة المشاهدين والمستمعين وحضرتك إن شاء الله بإذن الله الأزمة دي هتتحل.